نسمع كثيراً عن الأشخاص المميزين والناجحين سواء في محيطهم أو على المستوى العالمي، فهنالك المميزون بأعمالهم وهنالك من ميزتهم الشهرة، وآخرون تميزوا بالإنجازات التي حققوها. فهل هنالك سر خلف هذه النجاحات أم أن تميزهم كان محض صدفة؟ بالحقيقة يقول الخبراء إن هنالك فعلاً عدة مفاتيح بارزة للتميز يمكن للفرد من خلالها أن يترك بصمته الخاصة التي تخلد اسمه حتى بعد رحيله. والشخص الناجح رغم إيمانه بأفكاره إلا أنه ينهل من نجاح الآخرين واضعاً هدفه نصب عينيه وفق خطة زمنية مدروسة. وعند الاستماع إلى سيرة أحد الأشخاص المميزين سنجد أن أغلبهم يتحدثون عن واحد أو أكثر من الكتب التي أثرت في فكرهم وحياتهم، لذلك تعتبر القراءة من أهم مفاتيح النجاح والتميز. والأشخاص المميزون هم إيجابيون في جميع الأحوال ولا يظهرون فشلهم إن وجد، بل يتعلمون منه وينظرون دائماً إلى المستقبل دون استسلام، بالإضافة إلى كونهم أشخاصاً يؤمنون بأفكارهم ويكسبون الخبرة والفائدة من كل شيء يقومون به. وأخيراً يعرف عن الأشخاص المميزين أنهم لا يغيرون أهدافهم كل صباح كما يغيرون قمصانهم، لأن أهدافهم واضحة أمامهم، لكن هذا لا يمنعهم من تعديل استراتيجية عملهم أو حتى استبدالها.